وفي المكلا حيث اختتمت مؤسسة حضرموت للدعم القانوني وتدريب دورة تدريبية حول التماسك الاجتماعي وبناء السلام والأمن للجان المجتمعية لأحياء مديرية مدينة المكلا. وتطرقت الدورة إلى كيفية فض النزاعات والسلام المجتمعي والذي يأتي عبر مشروع تعزيز المساهمة المجتمعية في السلام والأمن. وشملت الدورة عددا من رؤساء الأحياء بإشراف مباشر من السلطة المحلية على مدار 3 أيام على التوالي. ولكن نحن استهدفنا الأخوة في اللجان المجتمعية في مديرية المكلا لإيمان أن هذه التجربة يجب أن تتطور، وأن يجب أن نقيم هذه التجربة من خلال الواقع العملي، وأيضا صقل المواهب وقدرات الأخوة المتدربين في اللجان المجتمعية، بحيث فعلا أن يساهموا في تعزيز السلام وأيضا فض المنازعات. طبعا أهمية هذه الدورة تكمن في أن معرفة سواء كان رؤساء الأحياء كيفية فض النزاعات وكيف تحويل الصلح إلى مادة قانونية في عملية التحكيم. تتمت اليوم الدورة التدريبية تناولت موضوع التماسك الاجتماعي وبناء السلام وفض النزاعات، وهي أولى أنشطة مشروع تعزيز المساهمة المجتمعية في السلام والأمن. هذا المشروع تنظمه المؤسسة امتدادا لورشة عمل أقامتها سابقا في 2018 تناولت موضوع تطبيق القوانين واستعادة هيبة الدولة نحو تعزيز سيادة القانون. تستهدف الدورة أو يستهدف المشروع اللجان المجتمعية بمديرية مدينة المكلا على مراحل، ويتناول موضوعات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع طبيعة الاحتياج ومع ونحو وضع آلية لنقل هذه التجربة إلى مديريات أخرى.